شكرا للزميل احمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا في حراسة المرمى، في الدفاع محمد هاني رقم 3، احمد حجازي رقم 6، محمود حمدي الونشر. هنا الى ملعب المباراه، وبالتاكيد الكل يترقب هذا اللقاء. منتخب مصر يبحث عن يبدا اساسيا. كابتن حسام البدري، كابتن طبعا مدير الفني المنتخب محمد بركات، يقدر في عدد الالقاب 7 ألقاب، وبالفعل الكل يترقب. لكن مباراه اعتقد محمد شريف طبعا هي قائمه اللاعبين البدلاء للمنتخب المصري. المباراه انطلقت امامنا منتخب مصر اللي لعب وتعادل مع منتخب كوريا الجنوبية. استلام يا ولد يا مصطفى، يا ولد أول حيدة الموجودة في الدوري المحلي هو اللاعب أما كينج نيبي رقم 20، وأحمد سيد زيزو. زيزو ارجع على طول محمد هاني، الحماس مهم قوي، تعويض غياب النجم الكبير أكيد أفريقيا في مصر 2019. أمامنا هنا الاستلام، كرة تريزيجيه في الدقيقة 12، ودي أول كرة بالعب لأنه لعب دور مهم أيضا في صعود ووصول نادي الزمالك طبعا اللي هيواجه إن شاء الله النادي الأهلي. اللاعب اللي انطلق محمد هاني يعملها بالعرض، يا ولد على الاستلام، يا ولد يا ولد. تريزيجيه خد ركله الجزاء ولا ايه؟ حكم مباراه اليوم لويس هاكي زيمانا امامنا اهو الحكم البدلاء عبد الله السعيد. يا ولد يا عبد الله عاملها حلوه قوي، لكن في رايه، في رايه وتسلم طاقه التحكيم بقياده الحكم لويس طبعا هاكي زيمانا حكم مباراه اليوم من رواندا، بيعاونه كل من لاباكوجو. لكن ترجع مره ثانيه عبر السوليه، ملها حلوه قوي عبد الله السعيد لزيزو، لكن المره دي الحكم الرواندا حكم اللقاء عنده 41 سنه حكم مباراه اليوم احمد حجازي. ولاباكوجو متعب وقوي عنده 28 سنه امامنا هنا اللاعب لاباكوجو، لاعب من اللاعبين المميزين الحقيقه. كوفيد ايضا 19، وايضا اللاعب سيرجي سيكو ايضا كورونا. كرات العاليه امامنا هنا 7 أهداف في الدوري هذا الموسم انطلقت، هذا ابو جبل ومحمد بسام وايضا مطلوب في هذه المباراه. حتى الان تعادل سلبي، لمسه على طول المره دي، ادي مصطفى الملعب لكن بدون جماهير، ضمن الصعوبات برضو عدم وجود الجماهير هنا في استاد القاهره المرعب المواجد فيه احمد فتوح وتريزيجيه. جنب اليمين محمد هاني وزيزو، لزيزو لمه حلوه قوي، هي دي كراته يشيلها حلوه قوي، يا ولد الراسيه مصطفى، الكره في العارضه، كره مصطفى، اول هدف محقق ضائع هنا ويجيبها مره ثانيه. لكن اتعملت حلوه قوي قوي، اول كره تتعمل ومصطفى محمد كره في العارضه بعد ما لمسها الحقيقه حارس المرمى، الحارس عبيد من نادي الزمالك ضمن القائمه. انطلاقه حلوه قوي من فتوح، ارفع عينه، وادي امامنا الرقابه، لكن تشوف لاباكوجو مصطفى انه يشترك اساسي ويكون راس الحربه الاول للمنتخب المصري. خطر الهجمات اللي بيعتمدوا يعني اللي في الامام، الكرات اللي في العمق، المره دي استلام النني عملها حلوه قوي لزيزو. للنني يا ولد يا ولد يا زيزو، يا ولد يا نني يا لعيب، كرة هدف على فكرة. هذه أمامنا هنا تعملت حلوة قوي، الكرة في دي تعملت حلوة، واحدة من حلول لكسر التكدس. وهم كرة بين العارضة والقائمين، الكرة اللي كانت في العارضة بتاعت مصطفى محمد، خطورة كرات المنتخب التوجولي بين اللاعب زيزو وما بين النني، لكن لعبها النني بعيدة عن المرمى. التقاء أمامنا من جانب الونش، وفي فاول، في فاول على الونش. لعب مباراتين الونش، مباراة الكويت ومباراة غينيا مع المنتخب يعني. وكان ادي عبد الله السعيد يطلع من الشمال، فتوح ترجع حلوه قوي لمصطفى، مصطفى ممكن يسدد، لكن عالت يا مصطفى، مصطفى محمد كرة القوية اللي كان ممكن يلعبها بشكل افضل يسدد. لكن طبعا دايما نتوقف مع ايمانويل ايدي بايور النجم الكبير اللي كان احد اسباب وصولهم الى بطولة كأس العالم 2006 منتخب توجو. ادي مصطفى محمد وفي انذار امامنا هنا، انذار للاعب يلعب الكرات الثابته عبد الله، يلعب كره عليها على طول امامنا، باطن قدمه لكن لعبها بشكل غير جيد. ثم تسديدة مصطفى محمد اللي علت العارضه وسط سيطره واستحواذ مصري حتى الان. فاول على الونش، ادي الونش فاول، فاول على الونش. ايتم يلعب في الدوري التركي، كان في فولم قبل كده. ادي امامنا على طول مالابا يلعب في اتحاد كلمه، اللاعب اللي بيحمل رقم 17 في الدوري الاماراتي. الكرات العاليه وامامنا النادي الاهلي، ادي محمد هاني عملها المره دي حلوه قوي هاني. تريزيجيه هي بتاعه تريزيجيه، يلم امامنا كانت في العارضه، وايضا ركله الجزاء اللي كانت حقيقه لتريزيجيه على اللاعب اللي كان منتخبات يتدرب سوريا يعني مع منتخبات بخلاف الافارقه اللي قلناهم. ركنيه هنا المنتخب المصري مع استون فيلا في الموسم الماضي. ادي الكرات العرضيه، يشيل المره دي الونش، خطره جدا، خطره جدا، الكره فيها بعض الفترات فيها نشاط. وادي واحده مبرره حلوه قوي تريزيجيه، لكن في رايه، في رايه وفي تسلل، في رايه وفي تسلل.
الكرة السريعة مطلوبة، الأداء المباشر مطلوب، يعدل ومحير الراجل ويلعب على طول الكرة عمرو السولية، تصليح حلو قوي تريزيجيه، الهدف الأول يا ضيعة بابنا. كرة حلوة، كرة الحلوة تبقى حلوة نقول عليها حلوة، وهجمة حلوة وتزيدة من تريزيجيه، ولكن سهلة الكرة في إيد حارس المرمى الحارس مرمى إلى النني، النني على طول إلى زيزو، زيزو يلعبها حلوة قوي، يا سلام على التسليم وأدي التسديدة، لكن ترتد لما كنتش خطير، لما كنتش عدى من محمد هاني، لما كنتش خطر جدا يا ولد الشناوي، يا ولد الشناوي محمد الشناوي، كرة لما كنتش تاني كرة لكن خطيرة جدا، المرة دي دخلوا في بعض الاثنين في هذه اللقطة، اللاعب كانج نيبي رقم 20 واللاعب جوني دوكوناب، اللاعب معه بتضم الجابون وليبيا وانجولا ان شاء الله. 10 مجموعات بالنسبه لتصفيات كده الاوسط، ادي محمد هاني مره لاباكوجي ومره الاوسط، وادي امامنا اللاعب ايتي، لكن الرقابه والتاهل للنهائيات باذن الله. ادي امامنا استلام تريزيجيه لكن ما ظهرش، يعني يكون في حضور للاعبين افضل من كده، ادي امامنا هنا كره فاول لصالح فتوح. فاقول له صالح حمدي المنتخب المصري، عبد الله السعيد يسقط الكره العاليه ويتقدم مصطفى محمد، استلم حلو قوي ويلعب كره الى تريزيجيه اللي عدى، ومصطفى ياخد فاول في مكان حلو، ياخد فاول مصطفى، اتحرك كويس يا مصطفى، اتحرك بشكل مميز، وادي الرقابه الموجوده من جانب طبعا جنو داكونام لاعب نادي ختافي صاحب خبره، الكره تريزيجيه قنبله من تريزيجيه ترتد مره ثانيه لحجازي يلعبها حلوه قوي، سبيرز توتنهام كريستال بالاس واسطنبول باشاك وفي قيصري، وادي امامنا هنا تريزيجيه والهدف الصعيد لتريزيجيه، النشاط المطلوب وادي الضغط، لكن على طول يقطع المره دي اللاعب بيبو، على طول فاول على اللاعب بيبو، فاول على بيبو، شوف الحكم امامه ان شاء الله ينسينا الاداء، وادي امامنا عبد الله واللمسه المره دي يا ولد، يا ولد الوجه، الوجه تعال اتلعبت حلوة قوي من عبد الله السعيد، والونش اللي مكمل يسجل اول اهدافه الدولية في طبعا مرمى المنتخب التوجولي، لسه بنحكي لسه بنحكي المكسب ينسيك، وامامنا هو يعني بيتنفس الصعداء الجهاز الفني كابتن حسام، ادي امامنا سنو يلعب في الدوري الفرنسي في الدرجة الثانية، على طول المرة دي الونش يشيل، تاريخنا مهم الوصول لأمم افريقيا، غبنا في 2012 و13 وفي 15 ايضا، الله يعني الاداء في اللقائين، ادي فرصه تسديده لكن يا ولد بفدائيه يا ولد، يا ولد مساحات بقى المره دي، انطلاقه عبد الله، عبد الله السعيد لعبها حلو قوي تريزيجيه، وركله جزاء، وركله جزاء تريزيجيه، اللقطه اللي فاتت مش ممكن، حكم المباراه امامنا اهو تدخل في اللقطه اللي فاتت من جانب اللاعب اكبوزو، كلاكيت تاني مره، ده الراجل معلق رجله، معلق رجله امامنا وحكم المباراه، انطلاقه المره دي عن طريق اللاعب سنو خطره جدا، خطره بيبو، خطره Здорово всем, кто зашел. Это что за клоуны? Их убивать можно? Это что за холодильник? А, это этот банк. Эй, уйди, бомж. Это что? Я тупая брага скрин сделал.